صباح الخير لكل المشاهدين. ختام مسك اليوم مع ريهام منذر، المعالجة النفسية للأطفال. اليوم بدنا نحكي عن موضوع بعتقد كلنا عم نعيشه مع أولادنا، كلنا عم نعيشه شخصيا كمان، بعتقد بينعكس هالشيء أكيد طبعا على أولادنا لأنه دايما بيتمثلوا فينا. أولادنا لو قد ما جربنا نعزلهم ريهام، هن عم بيسمعوا عم بيعرفوا، منكون ما بدنا اياهم يعرفوا الشغله، بيقولوا لنا اصحابنا حطوها على ستيتس، شفناها، سمعناكم عم تحكوا، منكون نحن شو يعني مجربين نحيطهم من كل الجوانب. مع كل هيدا التهويل يلي عم بيصير بالحرب، مع الاصوات اللي عم نسمعها، اخر اختراق جدار الصوت يلي صار من يومياتنا يعني، وصاروا الاولاد هن بيعرفوا وبطمنوا بعض، صاروا كيف لازم بالبدايه هيك بشكل عام نكون عم نواجه هيدا الشيء ونحط اولادنا باي بيئه باي مطرح باي صوره، منخبرهم ما منخبرهم، منحطهم بالصوره، هل منكذب؟ يعني انا هلا انا عم بحكي معك عم فكر انه انا كيف بقول لهم انه نحن بمنطقتنا وي ار سيف، انه ما حدا بيعرف انه نعم ما حدا بيعرف، صحيح، بس نحن ما فينا نحمل الولد مسؤولية شيء نحن ما بنعرفه، يعني إذا نحن مش عارفين كمان ما فينا نحط الولد بمحل يقلق، وخصوصا إنه هلا القلق عند المراهقين والولاد كتير متزايد، يعني عم نشوفه كتير عياديا، فالولاد أوريدي هلا عم يكونوا قلقين بشكل عام، فما فينا نزيد على قلقهم قلق حرب، يعني نحن ما عم نقول لهم إنه نحن رح نسافر أو نغير بلد، عم نقول لهم رح يصير في حرب ببلدنا، فلا هذا الشيء أنا بفضل إنه ما ينقال للولاد، لأنه اوريدي الاولاد عم يكونوا قلقين ولانه نحن منا عارفين شيء، فاذا ما صار في حرب رح يعني كثير القلق يزيد عندهم، رح يصير المخاوف تضلها موجوده، فبفضل ما نفوت بهيدا المجال وما نحمل الاولاد مسؤوليه سلامتهم، يعني بنقول لهم حتى لو قالوا لنا او يسالونا اذا في حرب انتم عليكم تفكروا بهذا الموضوع، نحن اللي علينا نفكر بهالموضوع، نحن علينا في حال صار حرب نحن نعرف كيف نحميكم نتصرف، فحتى لو صار في حرب انتم ما عليكم لا تقلقوا ولا تخافوا ولا تفكروا بسلامتكم ولا بسلامتنا لقلنا. اوكي. سو ما منخبرون، ما منطمنون. منطمنون يعني انه ما رح يصير في شيء او بس هذا ما بيكون كذب؟ لا نحن منا عارفين اذا رح يصير في شيء، في مناطق يعني للاسف في مناطق امنه في مناطق غير امنه. للاشخاص اللي عايشين بمناطق امنه بنقول انه نحن المنطقه اللي عايشين فيها كثير امنه، ما رح يصير فيها اي مشكل، واذا صار في مشكل بكل بساطه بننقل على مشكل على منطقه ثانيه زلت لساني على منطقه ثانيه تكون امنه. خلينا ببساطة أول شيء طمنتين إنه اللي عم بعمله مزبوط، بس بدي هيك وقف على نقطة ذكرتيها بأول اللقاء، بس قلت إنه كلينيكلي عم بصير كومن أكتر وأكتر الأنكزايتي وال كل ما يعني هيك أفكار القلقة كتير، صح؟ الأنكزايتي الديبريشن عم بتصير بعمر كتير صغير، بعمر كتير صغير عم بكون حتى البري أدوليسانس كتير بريكوس او مبكره جدا عند كتير من الشباب. صحيح. ليش؟ لانه نحن بهيدي المنطقه، لانه او السوشيال ميديا، او لانه الاولاد صاروا عم بيعرفوا كثير معلومات اكسبوزد، وكل ما يصير نحن بنعرف اكثر حتى نحن على كبر، يعني اذا بتلاحظي كل ما عم نكبر كل ما بنخاف مثلا نطلع برولر كوسترز، كل ما نخاف نعمل اشياء فيها ادرينالين عالي، عملنا هول الاشياء بالتعشيط، لانه كيف كنا نعملهم بالضبط، لانه كل ما عم نكبر كل ما نعرف مخاطر الاشياء كل ما نقلق اكثر. الاولاد بهذا العمر عم بيعرفوا الاشياء والمعلومات عم توصلن على عمر كتير أبكر من ما وصلتنا لقلنا، فالولاد بعدهم عم بيكونوا بمحل مندفعين وبعدهم بياخدوا قرارات من دون ما يفكروا فيها وبعدهم بيسرعوا بالسيارة، هولي من سمات المراهقة إذا بدك، بس بمحل القلق موجود كتير عند الولاد لأنه صاروا عم بيعرفوا كتير معلومات، لأنه صاروا إكسبوز لأشياء بشكل كتير كبير ومن دون هيك أوبنلي، من دون ما واحد يفكر شو عم يوصل لأولاده وأولاده عم يوصل لهم كل شيء. طيب هل برأيك بالفعل أنه نحن لازم نكون دايماً صريحين مع أولادنا، وحتى لو شغلة مش نحن خبرناهم إياها على سيرة قديش هن إكسبوزد، شغلة قريوة وصلت لهم على التليفون على الديفايس تبعولهم على الآيباد whatever،
لازم نخبرهم كل الحقيقة بس على قد عمرهم؟ نعم، نحن ولا مرة لازم نكذب على الولد، بس ولا مرة لازم نقله كل الحقيقة، ولا مرة مجبورين نقول كل الحقيقة. في أعمار معينة بدنا نقول فيها الحقيقة كاملة، لأنه بيكون الولد كبير، بيكون صار عم بفكر بالأشياء بطريقة مختلفة. الولاد الأصغر نحن بدنا نقول الحقيقة مبسطة بس، ومش كلها يعني، في معلومات بتنقال، في معلومات هلا مش جاهز لها، بننطر ليكبر أكتر، ننطر يمكن شهر، ممكن ننطر سنتين لنكمل المعلومة اللي عم نقولها. فلما يصير في حالة وفاة مثلا بالعائلة، نحن ما منقول انه هو بالمستشفى او هو سافر، او حتى ما منقول اشياء، ما بنحكي عن الروح حتى، لانه نحن كل حدا بيقول الروح بتروح محل غير عن الثاني، فنحن بس بنحكي بالضبط اكزاكتلي. فنحن منقول الحقيقة على قد ما بيقدر الولد يستوعب بهذا العمر بالتحديد. وحتى بذات العمر في اولاد بيقدروا عندهم قدرة استيعاب على الاشياء، لانه صار في عندهم خبرات بحياتهم مختلفة عن أولاد تانيين، يمكن أولاد سافروا أكتر حتى لو بيزيد العمر، في عندهم إكسبوجر لأشياء مختلفة، فمنقول لهم في ناس عندهم وفاة بعائلتهم بالضبط بيعرفوا هذا الموضوع، فمنقول لحسب كل ولد يعني، حسب هو، ما بقدر أعطي جواب كامل exactly. حسب الولد ووعيه وعمره. طيب ريهام، نحن بنعرف أنه مع كل شيء نحن قاطع علينا، وبنعرف أنه نحن رول مودلز لأولادنا، ونجرب قد ما فينا نحافظ على رباطة جأشنا، هذه كلمة كمان كتير بحبها، بس بالآخر نحن ناس بعدنا منخاف ومننقذ ومننرعب، وعنا لأنه عنا هيدا الباجاج تروماتيزان أو الصدمات اللي قطع علينا والخبرات والتجارب بتخلينا نكون يمكن منخاف أكتر مثل ما قلت، لأنه نحن واعيين على المخاطر أكتر من الأطفال. شو منعمل يعني بحال نحن أولادنا شافونا خايفين ومرعوبين، عم نصرخ، عم نبكي، عم نتخبى، عم ناخذهم، عم نفوتهم على أكتر مطرح آمن مثلا لما يصير شي صوت أو نعم. يعني هل مسموح نرعب قدام ولادنا؟ اكيد مسموح، لانه هذا الشيء نحن بالنهايه هيومنز وي ار نوت روبوتس، يعني نحن بشر وبني ادمين وعندنا مشاعر وعندنا حواس، بنسمع الضربه بحاسه السمع تبعنا وبننقذ، هيدي ريفلكس بالنهايه. بس نحن شعب كثير ذكي، ونحن كثير بنتاقلم بسرعه للاسف حتى على الامور اللي كثير سيئه. اللي عم بيصير هلا انه مثلا امبارح انا كنت بعرس، طلع جدار الصوت، صرنا يلا امتى الثاني، وكله ما حدا نخاف، ما حدا نقلق، ما حدا نعتلها، عم نتأقلم على الموضوع، حتى بنقول يي لما طلع جدار الصوت اليوم في شيء، وين الثاني؟ فعم نتأقلم بسرعة، وهيدي قدرتنا على أنه نضلنا عايشين ومكملين حياتنا، لأنه إذا ما عملنا هيك بطبيعة الأحوال حياتنا رح توقف، رح نتكرسر، هنبطل نقدر نعيش ونروح على شغلنا أبسط الأمور. فنحن عم نتأقلم بسرعة، وكل الأهل صاروا، وهو عادة الولاد الأشخاص بيكون في عندهم أولاد بيخافوا وبيقلقوا أكتر من غيرهم. نحن قبل ما يكون عندنا أولاد غير ما يصير عندنا أولاد بنخاف ما كانت تفرق معنا يعني بالضبط. في اهل بعدهم عم بيخافوا، هو اول فتره كانوا عم بيخافوا لانه جدار صوت مش على كل المناطق كان ينسمع قبل، صح. هلا صار الكل عم بيسمعه، وعم بتوطى كثير التيارين، عم ينسمع صوت كثير اقوى، عم نخاف انه يبج قزاز. فنحن فينا نشرح للاولاد بالنهايه بالفيزكس بيهايند ات. هلا الاولاد الصغار ما ضروري نشرح لهم، فينا نلهيهم بكل بساطه، اكيد بنتقبل انه هن ناذوا ونحن ناذنا قدامهم، بس الاولاد الاكبر يعني فوق عمر الخمس سنين يفضل انه نشرح لهم شو الصوت اللي هن سمعوه بالفيزيك بالسيانس يعني شو هو، اللي هو انه سرعه الصوت يعني التيار كانت اسرع من سرعه الصوت، وفينا نقول مثلا احنا لما نزقف او لما نحكي بيطلع الصوت مع الزقفه، بوقت التياره بيكون مختلف، بيكون الزقفه كانه تخطت الصوت اللي طلعته. سو هيدا الشيء ليقرب شوي للاولاد عن شو معنات الصوت اللي هو طلع، ليفهموا انه هو منه صوت قذيفه او منه صوت انبله. فهيدا كيف نشرح لهم بالتحديد عن قصة الصوت. والنقذة يفضل انه نحن لما نحن ننقذ، نحن بنقول نحن نقذنا ونحن خفنا، اذا بناخذها صوب النقذة بيكون افضل قدام الاولاد، لما نقول لهم انه نحن خايفين انه تكون انبله، نحن نقذنا ايه اذا ضرب، اذا موتو طلع صوته كثير عالي تحت البيت رح ننقذ، اذا الباب شبقه قويه رح ننقذ، كمان صوت جدار الصوت بنقذ. اوكي، تتوقعي كمعالجة نفسية يكون في تداعيات لهيدا الجيل اللي عم بيشهد هيدا الفترة الصعبة اللي عم نقطع فيها بعد الكورونا؟ بعتقد انتو كنتو قاشعين شو رح يصير،
بعد الأزمة الاقتصادية، بعد كل الأزمات اللي قطع فيها لبنان، شفنا أجيال هيك مثل ما بيقولوا عليهم هيك بصمة معي، أنه هيدا جيل هيك، هيدا جيل الكورونا. هيدا بتحسي هلأ هالقد رح يكون التأثير كبير على الجيل اللي عم بعيش، هو المخاوف، الأصوات، رهاب الحرب. بتعرفي غير انه هيدا الجيل اللي عم يطلع هلا مرق كثير اذا بدك مايلستونز، يعني لحرم. الثوره والكورونا وهلا الجدارات الصوت والحروب اتسترا، بس كمان السوشيال ميديا كمان بيزيد، او الالكترونكس بشكل عام مش بس السوشيال ميديا، بيزيد فاكتور على هود الفاكتورز. لانه نحن يعني شئنا ام ابينا الكوكب يلي هلا عايشين عليه غير الكوكب يلي انا وياك ربينا عليه نحن وصغار، كومبليتلي تغير من ناحيه المعلومات وتلقي المعلومات، وهيدا بحد ذاته عادي عن مواضيع تانية مغير كتير بقدرات الأولاد، بإمكانياتهم الذهنية، بطريقة تحليلهم للمواضيع. يعني منشوف ولد هلأ بقولهم أنا يا ريت أنا بعمر 3 سنين بذكاء، كنت عمر 15 سنة كنت بذكاء، هلأ ولد عمره 3 سنين. صح. لأنه التفتح يلي موجود عندهم، طريقة تحليلهم للمواضيع وتعاطيهم مع المواضيع اختلف عن ما نحن، لأنه they are exposed لمعلومات نحن ما كان عنا إياها. فمنشوف أنه في إذا بدك شوي انقسام بمحل المراهقين اللي هلأ عم نشوفهم، هن كتير مراهقين في عندهم وعي، عم بيحللوا المواضيع بطريقة كتير ذكية وكتير طريقة حلوة، وبتقدري بتخدي أنت وتعطي أنت والمراهق كأنه عم تحكي مع حدا عمره 30 سنة. وفي أشخاص كمان مراهقين عم ينجروا على محلات كتير خطرة، لأنه صار في عندهم مثل ما قلت قبل شوي الإكسبوجر على أشياء، بطلوا يعرفوا حدود الأمور. لأنه كل شيء صار مباح وكل شيء صار مسموح، وهون دور الأهل الأساسي يعرفوا كيف يخلوا أولادهم يواكبوا هذا العصر وعصر السوشيال ميديا والإلكترونيكس، وما يحسوا هالمراهقين والولاد أنه هن إكسكلودد وما بيشبهوا أصحابهم، بس بذات الوقت يعرفوا يرسموا لهم هالحدود كرمال ما هالتفتح يلي عندهم ياخذهم على طريق نحن بغنى عنه. فعم نشوف هذا الانقسام، هون دور الأهل هو الأساس. ريهام، أنت مع أنه نحن نجيب طفلنا نقعده ونخبره إذا هو منه بالجو أو بالصورة عن كل شيء عم بيصير، عن الحرب بالتحديد وعن الأمور اللي عم بتصير عن الحرب؟ يعني نحن بنشوف في أولاد مثل ما قلتي they are interested، بيوصلهم إشياء، وفي أولاد لا، في أولاد يمكن بس بيقعدوا على البي أس all day، هيدا كل شيء بيقعدوا على الإلكترونيكس، ما بيتابعوا ستوريز وستيتسز ومنهم ان ذا لوب يعني بكل شيء عم بيصير. وانا بصير بفكر انه طب اذا نحن اولادنا قاعدين بمنطقه ما عم بيسمعوا هالجدار، انه ليش بدي وعيهم على هيدا الشيء؟ بمطرح ثاني برجع بقول لا، لازم يكونوا بالصوره، لا اذا صار شيء لا سمح الله ما اكون انا مخبيه عنهم شيء. اذا صار شيء انا رح اتحمل مسؤوليه امانهم، فهن مش بحاجه انه يعرفوا، لانه مش مطلوب منهم شيء. يعني so I don't tell لأنه حبي كل شيء خاصه بالولاد، سواء ثقافة جنسية، سواء عن الأمور الأساسيات بالحياة، نحن ما منخبر الولد عنا إلا لما هو يسأل. لأنه لما يسأل يعني جاهز يعرف. إذا ما سأل يعني هالموضوع لا عم بيدور براسه ولا عم بيعرف. هلأ في أعمار معينة، ثقافة جنسية مثلا في عمر معين، حتى لو الولد ما سأل أنا بدي خبره عنه، هذا الشيء عم نحكي نحن ببريتينز يعني بداية عمر المراهقة. بس على أعمار صغيرة أنا ما بخبر إذا مش الولد بس الكيريد لازم نخبر عن العلاقة الجنسية حسب هلا المعلومات بتتخبر شوي شوي. بنبلش إذا بدك بدوزز، بنبلش نفرجي شو يعني نفرجي ونصور للأولاد عن شو الفرق بين الصبي والبنت، عن البيريد، عن البرايفسي، عن حدود جسمنا، عن أيمتى نحن إنه ليش ما بنقدر حدا لا نتخطى حدود جسم حدا ولا حدا يتخطى حدود جسمنا. بتعرفي شو هيدي الحلقة المقبلة أنا وياكي بدنا نحكي عن جد عن الثقافة الجنسية عند الأطفال وكيف لازم نكون عم نخبرهم. من الأفضل نكون نحن عازلين أولادنا، عم نسمع كتير اتهامات، وأنا كل يوم عم بقولها بالبرنامج، كل يوم كل يوم كل يوم بقول لهم بليز ما بقى تتمسخروا على العالم اللي مكافين سهر عم بيطلعوا على فرية وعم بيروحوا يسهروا، لأنه هو الأذكى عالم، لأنه they are living the moment which we should all do، يعني لأنه العالم اللي عم تخاف وتترعب هي اللي عم تروح عليها. سو هيدول العالم اللي انا بلاقيهم اذكى شيء، لانه عن جد عم بيعملوا الشيء اللي
اللي هو لازم يكونوا عم بيعملوه، خصوصا انه مش هن اللي عم بيعملوا الحرب بكبسه زر، ما عندهم كنترول على هذا الموضوع. منحس كمان انه بمطرح من المطارح نحن اولادنا لازم يكونوا هيك، ومنسمعهم مرات انه معقول امك ما خبرتك، معقول اهلك مش مخبرينك، يي ولو ليش بعدك؟ يعني نحن افضل نكون عايشين بهيدا البابل ومعايشين اولادنا بهيدا البابل. It depends على المنطقه اللي الاولاد عايشين فيها، لانه مثل ما قلنا بالاول للاسف في مناطق غير امنه، فما بيقدروا هول الاشخاص يعيشوا الحياه اللي يعني ابسط حقوقهم انه يعيشوها، ما بيقدروا يامنوا انه الاولاد يظهروا ساعه اللي بدهم وعلى المحل اللي بدهم اياه. فبمحل معين الاولاد نحن بدنا نجرب نحميهم، بدنا نجرب نخليهم يعيشوا حياتهم، ونحن كمان حياتنا ما توقف. اذا بتلاحظي نحن من لما صار ازمه البنك وراحوا كل المصريات، طريقة صرفنا زادت بشكل مخيف. لا ما بقى حدا بده يجمع مصاري، لأنه شقة عمرنا كله راح، جدودنا وأهلنا مصرياتهم كلهم راحوا. فنحن هلأ تعلمنا أنه نحن ما في اليومنا الأسود هلأ عم نعيشه، فعم نصرف مصاري لنستمتع بحياتنا. وهيدي قوة الشعب اللبناني اللي هي كل شعوب الوطن العربي وكمان غير العربي، بيعطونا مضرب مثل قد ايه نحن حبيبين للحياة. نحن بدنا نكمل حياتنا وحياة ما بتوقف انتل، يعني ان شاء الله ما يصير شيء، بس انتل صار شيء نحن ما فينا نضلنا عايشين بخوف، لانه كثره الخوف بتجيب المرض النفسي، والمرض النفسي بيجيب المرض الجسدي. فبدنا نجرب نحمي حالنا، هي الطريقه الوحيده نحمي حالنا فيها بعد كل الصدمات اللي الشعب اللبناني عايشها. شكرا كثير لحضورك معنا ريهام منتر، المعالجه النفسيه. رح نوعد المشاهدين بلقاءات مقبله كل اسبوعين اطلاله معك، كل نهار تنين هيك وقفه علاج نفسي ونصائح بتهم الكتار. شكرا كثير لحضورك معنا. نصيحه اخيره بتحبي تقوليها لكل يلي عم تابعونا؟ كلنا خايفين على حالنا وعلى اولادنا، بس كل ما نحن نفرجي اولادنا هذا الخوف، كل ما الخوف رح يعيش فيهم ويعشعش فيهم ورح يكبروا على هذا الخوف. نحن اماننا وامان اولادنا مش بايدنا، بايد الله بالنهايه، يعني صح. الله حامي اولادنا وحامينا، مش نحن الحامين حالنا. فبدنا نجرب انه نتاقلم بهالحياه ونعيش حياتنا ونستمتع فيها، وما ننطر، بيقولوا هذا المثل ما تنطر الموت قبل ما يجيك، ما ننطره 100%. ما ننطر إلا السعادة والفرح والأمل. شكرا كثير لك. لكل يلي عم بتابعونا، فتشوا دايما على السعادة بالتفاصيل الصغيرة، مثل ما دايما بقلكن، كونوا دايما إيجابيين، رسموا البسمة على وجوهكم، اسمعوا موسيقى بتحبوها، اعملوا مديتاسيون، صلوا، تمشوا بالطبيعة، وأكيد نحن منلاقيكم بكرة بتمام الساعة 8:30 من هلأ لوقت. دلوا بخير.